كما أنك بتدريب نفس المبدأ العمق يمكن أن تقسم الساحة إلى قسمين، والقسمين ذولا يعني بقسم ضيق مساحته أقل من القسم الآخر، يعني نفس التمرين السابق تحط يعني تفصل هاي الساحة وذول يلعبون بهذا الساحة وذول يلعبون فقط 2 ضد 2 بهاي الساحة، وتبدي اللعب من المدرب أو من الحراس وذول يلعبون هنا 6 ضد 6 هنا 2 ضد 2. أنت لا تنظر الآن للأعداد الموجودة هنا 5 ضد 5 مثلا أو 4 ضد 4، أحسن لعب يكون إذا كان هذه مثلا 50 وهي 60 وهي 30 في 30، أو يعني المهم أنه هذا اللي يحدد نهاية الساحة. إذا كانت 50 ياردة جيد يكون، والخمسين ياردة جيدة يعني خلنا نخلي 50 ياردة أو 40 ياردة. أنا أقول دائما حسب الأعمار اللاعبين وخبراتهم ومستواهم، فيكون عندك 50 ياردز وهنا يكون عندك 60 ياردز. خلنا نخلي الأرقام يستفيد منها المدرب السائل، نخلي 60 ياردز ونخلي هاي 30 ياردز، تكون مهم 30 ياردز عمق جيد يعني، وهو العمق الواقعي في الساحة الكبيرة. فيكون عندك ساحة لعب وساحة تدريب محددة تخدم الغرض من التدريب، تخدم الغرض من التدريب وتلعب، والفريق هذا يهاجم هذا الهدف وهذا الفريق بالعكس يهاجم هذا الهدف. شرط واحد من الكرة تنتقل بين الساحتين، اللاعبين ما ينتقلون، فيكون تدريب الفريق الأبيض الآن على العمق، فيحاول الفريق الأبيض الاستلام أما من المدرب أو من الحارس وبناء اللعب إيصال الكرة عبر هاي العلامات البسيطة اللي تفصل الساحتين وإيصال الكرة للاعب 7 أو 6، ثم ذولا 2 ضد 2 يهاجمون هاي المنطقة، هاي المنطقة عمق الآن، 2 ضد 2 يهاجمون العمق، وهذا شيء جيد تبدي به. ثم بعد ذلك أنه لأن أنت تدرب العمق تبطئ أحقية للفريق الأبيض بعد أن يمررون الكرة لزملائهم هنا، بعد أن يمررون الكرة لزملائهم هنا، أنه تبطئ أحقية لأحد اللاعبين أن يدخل من الأبيض ويشكل 3 ضد 2 لمهاجمة هذا الهدف، فيكون الهجوم 3 ضد 2 لصالح الفريق المهاجم من العمق. هم يعني هذا تعطي تقدر تحصل على درجة زينة إذا كان محافظ ذكي وفاهم في كرة القدم، يعطيك درجة ممتازة لأن هاي التمارين اللي تسمى تعديل أبعاد الساحة لخدمة أغراض تكتيكية وأسس اللعب، هذه مهمة وهذه موضوع طويل، وأعتقد المحاضرين أعطوه يعني بالدورات التدريبية، إذا ما أعطوه يعني هناك مشكلة في التعليم. فتعديل الساحة حتى تخدم أغراض تكتيكية، تخدم أغراض اللي تطوير أسس اللعب ضروري جدا جدا. وهاي التمارين أنا يعني الحقيقة أضعها للمدربين الشباب، المدربين اللي يحاولون يبنون نفسهم يبنون مستقبلهم، لأن كرة القدم أصبحت مهنة، ومهنة تدر دخل جيد للعائلة يعني، لأن المدرب هو مهنة التدريب، فدخله مرتبط بقيامه بالتوظيف نفسه مدرب في أحد الأندية مهما تكون المستويات، لأن التدريب وظيفة أكثر مما هو هواية. إذا هواية المدرب ما يحتاج يعني يدرب في مناطق غير رسمية أو في وضعيات غير رسمية في فرق غير رسمية، أما إذا كان المدرب هو شغلته مدرب، فيجب أن دائما يفكر في التوظيف، توظيف مهم. وراح واحد يقول لي توظيف واسطات، أنا ما مسؤول عن هاي المسألة، أنا مسؤول عن تطوير فكر المدربين العرب، وأما التعيين وغير التعيين فمسألة ما ترتبط بي. أنا أعرف كثير من وعندي طعون كثير على آلية تعيين المدربين، وعلى خصوصا في بلد العراق أنا غير راضي عن هذا الموضوع، وكنت أتمنى أنه المسؤولين عن هذا الموضوع أن يضعون يعني على الأقل مواصفات للمدرب اللي يشتغل يكون محترف، على الأقل مواصفات نقول إحنا. هذه يعني هذه تمرين يعني أنا اليوم أعطيت بهم نوع من أنواع التغيير، أو خلينا نسميه تغيير معين لتطوير
أسس وعناصر اللعبة من خلال تغيير أبعاد الساحة. طبعا هذا هم تلعبة 10 دقائق وعشر دقائق، يعني 10 ويبدلون وراحة ويبدلون اللاعبين. وقلت أنا خير مكان في الوحدة التدريبية لتدريب هاي التمارين هو جبهة الحمام مباشرة. ليش؟ لأن أنت بحاجة الآن إلى اتخاذ قرارات، اتخاذ قرارات تأتي من الدماغ، فيكون بعد الإحماء يكون اللاعب ريلاكس، يكون اللاعب جيد، ويكون اللاعب متهيئ لأن يتخذ قرارات من خلال الألعاب التدريب المصغرة أو ألعاب التكتيك المصغرة أو اللعب مجموعة ضد مجموعة بمختلف أنواع الساحات. أنا موفق المولى، وأنا يعني هذا هدية لأحد الأخوان المدربين اللي طلبها صباحا. وأنا دائما ما أعطي شخص واحد كل شيء، يطلب شخص من عندي أضعه على الصفحة حتى يستفيد من عنده الجميع، يكون أحسن، يكون كلش بجانب نحط علامة المدربين العرب الرابطة ونتوكل على الله ونقول صباحكم إن شاء الله أطيب من العسل لجميع الناس، طبعا لجميع الناس، كل من يسمعني. شكرا جزيلا.